الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير الدرس الثاني في الثقافة الاقتصادية لغير الاقتصاديين. قدمت الدرس الأول قبل يومين، أرجو الرجوع إليه حتى تكون المعرفة عندكم متكاملة إن شاء الله وتراكمية. وعلى بركة الله نبدأ. نبدأ من حيث انتهينا في الدرس الأول، فقد اختتمنا حديثنا عن الموارد الاقتصادية، أرض وقوة عمل ورأس مال وتنظيم ومؤسسات، اختتمناها وقلنا الآن الموارد الاقتصادية هي الأرض وما بها وما عليها، هذه الأرض للسكن والزراعة ومشاريع صناعية، وداخلها نفط وغاز وبترول ومعادن ومشابه، كلها جزء لا يتجزأ من الموارد الاقتصادية. نأتي الآن على قوة العمل، العمال، المهرة غير المهرة، المهندسين، الأطباء، العمال من كافة أشكالهم وألوانهم، هذا الآن قوة العمل، الماهرة وغير الماهرة. عند رأس المال الآن، رأس المال الحقيقي، الآلات، معدات، خطوط إنتاج عدة وما شابه، هي آلات ومعدات. عندنا التنظيم اللي هو إدارة، قدرة على تنظيم هذه الموارد بشكل أو بآخر، تنظيم إداري، تنظيم صناعي وما شابه. وأخيرا قوانين وتشريعات وعادات حميدة. في الكتب التقليدية لا تجدوا أحبتي إلا فقط الأربعة، الأرض، قوة عمل، رأس مال وتنظيم. أضفت هذا لأنه الآن بالاقتصاد الحديث يتحدث عما يسمى بالمؤسسات، وهي القوانين والتشريعات والعادات الحميدة أو اللا حميدة لا سمح الله، فهي جزء لا يتجزأ من الموارد الاقتصادية. إذا كانت القوانين جاذبة وكانت القوانين تحمي حقوق الإنسان، حقوق البشر، حقوق الملكية، وكانت العادات الحميدة، فبالتالي هنا نضمن بأن هذه الموارد ستعمل بشكل جيد من أجل أن تنتج ويعم الرفاء والطمأنينة بين الناس. أما إذا كانت قوانين ظالمة ومستبدة وعادات قبيحة فأنها تخرب الاقتصاد وتطرد المستثمرين. هنا أخيرا هنا قوانين وعادات حميدة، هذا الذي نقصده، القانون ينطبق على الجميع بصرف النظر. هذا الآن انتهينا منه في المقطع السابق الدرس الأول، ومن هنا ننطلق الآن. السؤال: ما هي المكاسب التي يتلقاها كل مورد من الموارد الاقتصادية الإنتاجية؟ الآن الموارد الاقتصادية إنتاجية، الأرض يعني نبني عليها مصانع، نستخدم منها النفط والغاز، عليها المياه السطحية، المياه الجوفية، عليها الصخور والحجار والأتربة والنباتات التي نحتاجها، وبالتالي هي مصدر إنتاجي، مورد إنتاجي. وعندنا الآن العمالة اللي هي قوة العمل، رأس المال، الآلات، المعدات وخطوط الإنتاج، التنظيم، جزء يتجزأ من الفكرة، فكرة الإنتاج وما شابه، ثم المؤسسات. فهنا الآن هذه مكاسب الموارد الاقتصادية. نأتي على الأرض تكسب الإيجار، الأرض تكسب الإيجار بدلها، بدل إيجار. قوة العمل تكسب الأجور، هناك فرق بين الإيجار والأجور، هنا وأجور مقابل ساعة، مقابل كل وحدة من الإنتاج وهكذا. أما الإيجار بدل استعمال الأرض لفترة من الزمن، ربما شهريا، سنويا، أسبوعيا، ربما لفترة طويلة 20 سنة أو 30 سنة وهكذا. رأس المال يكسب العائد على رأس المال، هنا ربما التمويل تم بقرض من البنك أو بمساهمة الآن من أشخاص مختلفين، فهذا رأس المال يكسب العائد على رأس المال. التنظيم، إدارة لو تكسب الربح أو تتحمل الخسارة. وهنا المؤسسات ما تكسبه هو الاستدامة. هذه الآن مكاسب الموارد الاقتصادية، الأرض تكسب الإيجار، قوة العمل تكسب الأجور، رأس المال يكسب العائد على رأس المال، عادة منقيسه بنسبة مئوية معينة 10% 5% وهكذا، والتنظيم إذا تكسب الربح أو الخسارة أو تتحمل خسارة. الآن إذا تحدثنا الآن، ولأن الدروس ما زالت في بدايتها، إذا تحدثنا عن اقتصاد غير مفتوح على العالم الخارجي، بمعنى آخر فقط ننظر إلى اقتصاد بسيط، ليس هناك استيراد ولا تصدير وما شابه، إن شاء الله سندخل هذه الموضوعات في دروس لاحقة. إذا تحدثنا عن اقتصاد غير مفتوح على العالم الخارجي، فإن مجموع ما تكسبه هذه الموارد هو ما نسميه الدخل الوطني، أي أن الإيجارات من هنا والأجور من هنا والعائد على رأس المال من هنا والربح
إن شاء الله أو لا سمح الله الخسارة يساوي الدخل الوطني، كل مجموع هذه الأشياء تساوي الدخل الوطني، كي تحقق استدامة إنتاج ورفاء المواطن وتعظيم الأرباح. تقوم الحكومة بفرض ضريبة على كل من يحقق مكسبا من هذه الموارد، ضرائب تذهب إلى بناء الدولة في الدولة المحترمة طبعا. فهناك ضريبة على بدل الإيجار، وهناك ضريبة دخل على قوة العمل، وهناك ضريبة على العائد على رأس المال ضريبة الأرباح، وهناك ضريبة على الأرباح كذلك الأمر. هذه الآن بشكل عام يعني أين ما هي المكاسب التي تكسبها الموارد كل واحد على حدة، هاي بنسميها إحنا مداخيل عوامل الإنتاج، الإيجار، الأجور، العائد على رأس المال، الربح والخسارة. طبعا استدامة بتكون معنوية ومادية إلى حد ما. نتابع على بركة الله. كي ندرك العلاقات الاقتصادية بين الموارد الإنتاجية علينا أن ندرج كل مورد منها في الفضاء الطبيعي والافتراضي الذي يقع فيه. ما المقصود الآن؟ الأرض مملوكة بشكل عام مما يسمى الأسرة، حتى ولو كانت مملوكة من شركة، لكن دعني أتابع هنا الآن وأشرحها. الأرض مملوكة بشكل عام مما يسمى الأسرة بمعناها الاقتصادي، أو ما تسمى باللغة الإنجليزية household. فحتى لو كانت الأرض أو جزء منها مملوك لشركة أو مؤسسة، فإن الإيجار منها يعود في نهاية المطاف إلى الأسرة، أفراد. من هم يعني مالكي الشركة؟ من هم مالكو الشركة؟ الشركة يملكها أشخاص، أفراد، يعني بيكونوا أعضاء في عائلات في أسر معينة، أوكي؟ فهنا الأرض مملوكة وإن كانت لشركة بجزء منها أو ما شابه، فهي بالأخير تعود إلى الأسرة، فأفرادها هم من يملكون أو يكون واحدا منهم مالكا لشركة أو مؤسسة أو مساهم فيها. فهنا نفترض افتراض حقيقي وطبيعي أن الأرض مملوكة من الأسرة بمعناها الاقتصادي. قوة العمل مملوكة من الأفراد بشكل شخصي، كل واحد أنا قوة عمل، أنت وأنا وهي وهما، لكنهم أعضاء، أنت ونحن وفلان وعلنتان أعضاء في الأسرة الاقتصادية، كل واحد يتبع إلى أسرة، لكن ننظر لها من وجهة نظر اقتصادية. رأس المال مملوك من المنظم، المنظم اللي هو الانتربرنيورز، هو الذي يعني يقترض الأموال أو يجمعها بشكل أو بآخر أو تكون ملكه أصلا. فرأس المال مملوك من المنظم، وأخيرا المنظم هي الإدارة، مملوكة من الشخص أو مجموعة أشخاص اتفقوا على تنظيم وإدارة عملية إنتاج مقابل الربح والخسارة. هذه المصطلحات مهمة جدا كي تفهم الآن العلاقات. الأرض مملوكة من الأسرة، قوة العمل مملوك من أفراد لكن هؤلاء أعضاء في أسرة، هو الأسرة بالمعنى الاقتصادي. رأس المال مملوك من المنظم الذي أو الذي قام بتمويل عمليات الإنتاج مقابل ما يتوقع من عائد، والمنظم أو الإدارة مملوكة من شخص أو مجموعة من أشخاص اتفقوا على تنظيم وإدارة عمليات الإنتاج مقابل الربح والخسارة. الآن دعنا هناك طبعا نبين هنا بأن هناك علاقة تبادلية بين كل الأطراف، بين من يملك الأرض، بين قوة العمل مع رأس المال مع المنظم، وهكذا الأسرة من طرف وقطاع الأعمال في الجانب الآخر. سنصنفهم تحت صنفين الآن، بعدين يعني ثم ندخل الحكومة بنهاية المطاف. لكن يعني بما أنه قوة العمل الآن يملكها أفراد لكنهم أعضاء في الأسر، والأرض يملكها، وبالتالي في عندي الآن شيء مشترك وهنا شيء مشترك، يعني نصنفهم إلى صنفين، صنف قطاع العائل الأسرة بمعناها الاقتصادي، وقطاع الأعمال الذي يقوم بتنظيم رأس المال وينظم الإدارة والإنتاج وما شابه. نتابع الآن كيف ترتبط مصالح مالكي الموارد وكيف تتدفق الموارد وما ينتج عنها بينهم الآن. هنا الأسرة بالمعنى الاقتصادي، هنا سوق الموارد، يعني بمعنى آخر هنا حتى ولو كان افتراضي، يعني هذا السوق ربما يكون طبيعي فيزيكال، هي موجود هذا السوق موجود، أو ربما يكون افتراضي. وهنا أصحاب الأعمال، قطاع الأعمال، وأخيرا هنا سوق ما يتم إنتاجه. الأسرة هنا مالكة الموارد، مالكة الموارد أو مالك موارد، ما هي؟ وهنا سوق افتراضي أو تقليدي، هنا قطاع الإنتاج وتوفير البضائع والخدمات، وهنا تباع الأشياء المنتجة افتراضي، هذا سوق يكون افتراضي أو تقليدي. لكن الآن الأسرة ترسل أو يعني معنى آخر تبيع خدمة الأرض في سوق الموارد،
تبيع قوة العمل. لاحظوني الآن ماذا يأتيها مقابل ذلك؟ يأتيها إيجار من الأرض ويأتيها أجور عمال. بس من الذي يدفع؟ هذا هو اللي بيدفعه. لكن بيها بس شوف العلاقة الآن هنا. هذا سوق إما افتراضي أو تقليدي عادي موجود يعني. فالآن الأسرة بتبيع خدمة الأرض لأنها تملك الأرض، فبتبيعها مقابل إيجار، وتبيع قوة العمل لأنه أفرادها هم العاملون، أنت وأنا وهي وهم وهكذا عاملين، نحن عاملون، فمنبيع قوة العمل مقابل أجور العمل وهكذا. هنا الآن سوق العمل يبيع قوة إنتاجية، عفوا من هنا طبعا موارد قوة إنتاجية، العمال والأرض في قوة إنتاجية. ما الذي يدفعه أصحاب العمل مقابل ذلك؟ أجور وتعويضات. هنا الآن أصحاب الأعمال ينتجون أشياء، توفير بضاعة والخدمات، وبالتالي بنودي إلى يعني نرسل هؤلاء هذا القطاع أصحابنا يرسلون إلى سوق ما يتم إنتاجه سلع وخدمات. ماذا يتلقون؟ أثمان البضاعة والخدمات. وهنا الآن تشتري الأسرة بمعناها الاقتصادي والعام، تشتري الآن البضاعة والخدمات لكنها تدفع ثمن البضاعة والخدمات. لاحظوا لي كيف هذا التدفق، بنسميه إحنا باللغة العربية نموذج التدفق الدوراني أو circular flow باللغة الإنجليزية. هنا الحكومة الآن أدخلناها، الحكومة تأكل من كل جانب ضريبة. الآن هنا ضريبة من سوق الموارد، هنا ضريبة من الأسرة على الدخل من قوة العمل والأرض، وهنا ما يتم إنتاجه ضريبة مبيعات وما شابهها. تأخذ الآن من أصحاب الأعمال، تأخذ منهم ضرائب الأرباح وما شابه، وهكذا الآن اكتملت الصورة. هذه مهمة جدا، كيف الآن بدأنا من الأسرة بمعناها الاقتصادي تبيع خدمة الأرض أو حتى الأرض نفسها بسوق الموارد. سوق الموارد هو السوق الافتراضي أو التقليدي الذي يتفق الجميع على أنه يتبادل الأشياء فيما بينهم، فأصحاب الأعمال يشترون من سوق الموارد، الأسرة تبيع في سوق الموارد، أصحاب الأعمال يبيعون منتجهم في سوق ما يتم إنتاجه، الأسرة تشتري من سوق ما يتم إنتاجه وهكذا. فالآن الأسرة تبيع خدمة الأرض وقوة العمل مقابل إيجار الأرض والأجور، سوق الموارد ببيع قوة إنتاجية أصحاب الأعمال مقابل أجور وتعويضات، أصحاب الأعمال ببيع سلع وخدمات في سوق ما يتم إنتاجه مقابل أثمان ما يتم إنتاجه ومقابل أثمان بضاعة وخدمات، والأسرة تشتري الآن من هذا السوق، يعني الاتجاه هنا البضاعة والخدمات مقابل أثمان البضائع والخدمات، أما الحكومة فهي في الوسط أخذت ضرائب من هنا ضرائب من هنا ضرائب من هنا ضرائب من هنا. أخيرا الآن يمكننا ترخيص مساهمة كل طرف في الإنتاج، الإنتاج الكلي يساوي الدخل الكلي، لأننا الآن افترضنا بأن هذا الاقتصاد البسيط بمستوى الدرس الثاني اقتصاد بسيط غير مرتبط بالعالم الخارجي، فالآن تكون مصادر الدخل الكلي تساوي مصادر الإنتاج الكلي وتساوي ما ينفقه المستهلكون على السلع الاستهلاكية زائد ما ينفقه المستثمرون على تمويل رأس المال زائد ما تنفقه الحكومة. هاي الآن مصادر الدخل الكلي تساوي مصادر الإنتاج. الآن مصنفة إلى المصادر التالية: ما ينفقه المستهلكون على السلع الاستهلاكية، ما ينفقه الآن المستثمرون على تمويل رأس المال، وأخيرا ما تنفق الحكومة. طبعا جباية بتأخذ جباية لكن تنفقه على الخدمات العامة وما شابه. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قدمت لكم الفائدة المرجوة منه. إن شاء الله في الدرس الثالث سنبين ونركز على الاستهلاك ثم على الاستثمار ثم على انفقات الحكومة وهكذا، ثم ندخل العالم الخارجي في مقاطع لاحقة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.